يقول السائل هل يجوز لي أن أطلب المساعدة من أجل الزواج؟ إذا كنت تخاف على نفسك، إذا كنت تخاف على نفسك من الوقوع في الفاحشة، جاز لك أن تطلب المساعدة لإعفاف نفسك وإنقاذها من هذا الخطر. إذا كنت لا تقدر على تكاليف الزواج وتخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة أو بالزنا، فإنك تسعى في الزواج وتطلب المساعدة من إخوانك. أما إذا كنت لا تخشى على نفسك من الوقوع في الفاحشة فكونك تصبر أحسن لك حتى يغنيك الله وتتزوج من مالك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.